الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي اصطفانا للإيمان. الحمد لله الذي خصنا بالإسلام. الحمد لله الذي جعلنا أمة القرآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد يا عباد الله، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو يخاطب عباده المؤمنين، وهو يرقيهم وهو يزكيهم وهو يخلقهم بأحسن الأخلاق، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وفي آية أخرى يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. القسط والعدل والقول السديد وإنصاف الناس من أنفسنا خلق من أعظم أخلاق الإيمان، خلق من أعظم الأخلاق التي جاء بها الإسلام وحض المؤمنين على أن يتخلقوا بها، أن تنصف الناس، أن تعطي الناس الحق الذي وجب عليك، أن تعطي الناس الحق الذي وجب لهم بالكلمة وبالفعل. بالكلمة: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وبالفعل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. روى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. الإيمان أعظم ما في الوجود، أعظم المعاني التي تصلح الإنسان وتعيد الإنسان إلى إنسانيته، تعيد الإنسان إلى إنسانيته فيكون عبداً في أرقى منازل العبودية، في أكمل منازل العبودية، في أعلى وأعظم حالات معرفة الإنسان بالله سبحانه وتعالى وطاعة الإنسان لله سبحانه وتعالى. يقول عمار بن ياسر: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. أولها الإنصاف من نفسك، الإنصاف من نفسك، أن تضع قولك وفعلك في ميزان الحق والعدل. الإنصاف من نفسك، أن تعطي الناس حقهم، أن تقول في الناس كلمة الحق، ألا تتحامل عليهم، ألا تزيف الحقائق وألا تزيف الواقع رغبة بشيء من مكاسب الدنيا أو من أجل شيء من حظوظ النفس. يقول عمار بن ياسر: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، أولهن الإنصاف من نفسك،
وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. انظروا إلى هذه الثلاثة ما أعظمها: أن تنصف الناس وأن تؤدي إليهم الحقوق من دون أن تحتاج إلى قاض يحكم عليك، من دون أن تحتاج إلى سلطة وقوة تجبرك على أن تؤدي الحق، وإنما أن تكون أنت القاضي على نفسك، وأن تكون أنت الحاكم على نفسك، وأن تفعل ما يأمر الله سبحانه وتعالى به من دون أن تضطر إلى ذلك اضطرارا. الإنصاف من نفسك، والإنصاف هو العدل، والإنصاف هو أن تؤدي الحقوق. الإنصاف أن تقول الحق ولو كان هذا الحق بخلاف أهوائك. الإنصاف أن تذكر إيجابيات أعدائك كما أنك تذكر سلبياتهم. الإنصاف ألا تحكم على الإنسان من موقف واحد، وإنما أن تجمع ما له من السيئات وما له من الحسنات، وأن تضع ذلك في ميزان هو ميزان العدل. الإنصاف أن تعطي الحقوق في الرضا وفي الغضب، لمن تحب ولمن تكره، للقوي وللضعيف. الإنصاف هو الخلق الذي إن كان سائداً حاكماً في العلاقة بين الزوج وزوجه كان ذلك البيت أسعد البيوت، وإن كان حاكماً في العلاقة بين الحاكم والمحكوم كانت تلك الأمة أقوى الأمم وأسعد الأمم، وإن كان حاكماً في العلاقة بين التاجر البائع وبين المشتري كانت الأمة بخير وعافية. الإنصاف من نفسك، الإنصاف من نفسك، أن تؤدي الحق وتعرف أقدار الناس وتعرف ما للناس من حقوق. يقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. هذا في زمن الإمام مالك، والإمام مالك رضي الله تعالى عنه من أهل القرن الثاني الهجري، في ذلك العصر الأول المتقدم. يقول الإمام مالك: ما في زماننا شيء أندر وأقل من الإنصاف. فكيف الحال في زماننا؟ كيف حال التعنت والإصرار على الباطل؟ كيف حال البهتان في الكلام؟ يتكلم أحدنا فيأتي على ذكر قوم أو على ذكر أمة أو على ذكر شخص يحبه فلا يذكر إلا حسنات هذا الإنسان، ويأتي على ذكر رجل أو أمة أو قوم لا يحبهم فلا يأتي إلا على ذكر سيئاتهم. الإنصاف أنت تعرف أنك في بعض المواقف مخطئ، قلت كلمة كانت خطأ، أو فعلت فعلا كان خطأ، أو كان الشيطان حاضرا والنفس والشهوة حاضرة فظلمت بعض الناس شيئا من حقوقهم، ولكنك لا تعترف بكل ذلك من الخطأ، وإنما تجادل بالباطل وتنافح عن الباطل وأنت أعلم الناس أنك مخطئ. نتحدث أحيانا عن الدولة الأموية وتاريخها، نتحدث أحيانا عن الدولة العباسية، عن تاريخ الخلافة العثمانية. من الناس من يذكر الحسنات حتى نظن أنها كانت دولة وكانت حكومة لا خطأ فيها. إذن كيف سقطت؟ ولماذا استبدلها الله تعالى بغيرها؟ استبدلها الله لأنها على حسناتها لها أخطاء، ولأنها على ما قدمت من أمجاد كانت لها سقطات كبرى، وهذه سنة الله تعالى في الخلق. نتحدث عن الخلافة العثمانية، فمنا من يزمها حتى يجعلها استعماراً ويجعلها ظلماً محضاً، ومنا من يمدحها حتى يجعلها أفضل وخيراً من خلافة أبي بكر وخلافة عمر. والإنصاف أن تذكر ما لها من الحسنات وما عليها من السيئات. خلوق من أعظم الأخلاق،
يقول عمار بن ياسر أنه من كمال الإيمان، ويقول إنه من أحسن ما يتخلق به المؤمن. حتى نقف على حقيقة الإنصاف، حتى نقف على حقيقة الإنصاف، تعالوا نرى هذه المواقف الثلاثة. الموقف الأول كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءته امرأة من غامد. الغامدية هذه قد زنت واعترفت بزناها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. وهذه صورة من أعظم وأرقى ما وجد في الحضارة الإسلامية. المذنب يعرف أنه مخطئ، ويعرف أنه لا ينجيه من العقوبة ولا ينجيه من الإثم إلا أن يعترف بذنبه هذا. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، زنيت فطهرني. فردها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حبلى، ردها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع جنينها. ثم جاءت وهي تحمل جنينها، فردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تتم رضاعه. ثم جاءت به وهو يمشي وبيده شيء من الخبز، يعني قد استقوى بنفسه وأصبح قادراً على الحياة بدون أمه. وعندها أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها حد الزنا. هذا كله الشاهد ليس فيه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقيم حد الزنا على هذه الغامدية، سمع النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وهو يقول: اللهم لعنها، لعنها الله من نجسة، أو معنى هذا الكلام. وهنا الإنصاف، أن تضع الإيجابيات والسلبيات في ميزان صحيح، ومحصلة الإيجابيات ومحصلة السلبيات هي الحكم على هذا الإنسان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا خالد، اسكت يا خالد، والله إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله تعالى له. هذا الإنصاف. نعم هي زانية، نعم هي مخطئة، ولكنها قد تابت وصدقت مع الله سبحانه وتعالى، ولعلها في ذلك الموقف من توبتها، ولعلها في ذلك الموقف من الصلح مع الله سبحانه وتعالى، لعلها هي خير من هذا الذي يلعنها. مه يا خالد، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، يعني ظلم شديد، لغفر الله لها. هذا من أمثلة الإنصاف، أن نضع الناس في ميزان صحيح، أن نذكر ما لهم من الحسنات وأن نذكر ما عليهم من السيئات. الصورة الثانية، الإمام العظيم الشافعي رضي الله تعالى عنه. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أحد أعظم أئمة الدنيا، ومن له المنة والفضل على كل هذه الأمة بما قدم من علم، وما قدم رحمه الله تعالى من فهم. هذا الإمام العظيم وهو أحد أعظم أئمة المسلمين، كان إذا اجتهد في مسألة فقال قولا أو أفتى بشيء من الفتوى، ربما جاءه سواه، ربما جاءه غيره، فقال له: قد يكون هذا القول خطأ، إن فلان من العلماء، إن فلان من العلماء ممن هو غيرك من الفقهاء قد أفتى بغير ذلك. انظروا أيها الإخوة إلى عظمة الإنصاف. من الإنصاف أن لا تعتقد أن الحق كل الحق دائما معك، وأن الحق كل الحق دائما لك، وإنما لا بد أن تتهم نفسك بشيء من الخطأ، بشيء من الوهم. هذا إذا كنت على منزلة الشافعي، وهذا إذا كنت على يقين الشافعي بما لديه من علم
وما لديه من قول وفتوى ما قاله إلا بعد تحر وبعد اجتهاد وبعد بحث. ماذا كان يقول الإمام الشافعي إذا قيل له ذلك؟ كان يقول كلمة ملئت بالإنصاف، عجنت بالإنصاف. كان يقول: قولي هذا الذي وصلت إليه بعد بحث بعد تجربة، قولي هذا صواب لكنه يحتمل الخطأ، صواب ولولا أني علمت أنه صواب لما قلته، ولكن مع ذلك هو ليس قرآن منزل، ولذلك هو يحتمل الخطأ. وقول غيري خطأ ولكنه يحتمل الصواب. صورة من صور الإنصاف، من أعظم صور الإنصاف، قولي صواب ولكنه يحتمل الخطأ، قولي صواب ولكنه يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ ولكنه يحتمل الصواب. أن تنصف الناس، أن تعطي الناس فرصة، ربما يكون قولهم أو يكون فعلهم هو الصحيح، وخاصة في الأحداث الكبرى، وخاصة في الرؤى الكبرى. اليوم نعيش ازدحام الأحداث وازدحام النظريات وازدحام المواقف، التي ربما في كثير من الأحيان نستعجل في تقييمها ونستعجل في الحكم عليها. هذه مشكلة، أن نستعجل في تقييمها ونستعجل في الحكم عليها هذه مشكلة، ولكن المشكل الأكبر أن نظن أننا نحن فقط على الصواب، أن لا ننصف الآخر، أن لا نضع من أنفسنا في مكان الآخر لنعلم، لنرى كيف يفكر الآخر، كيف يسمع، ما الرؤية التي يراها، ما الأمور التي يهدف إلى تحقيقها. من أجل ذلك كان من إنصاف الإمام الشافعي أن قال: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. الصورة الثالثة والأخيرة التي تجعلنا نفهم الإنصاف بشكل أفضل، ونحن نتحدث تحت مظلة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. قصة حدثني بها أحد الأشخاص عن رجل كان يسير على الطريق السريع بين مكة وجدة، وكان يسير مسرعا، وإذ به وهو يسير مسرعا ولكن ضمن السرعة المسموح بها، إحدى السيارات وفيها رجل مع زوجته وأولاده يقود سيارته ببطء. فجأة، وعندما أراد هذا الرجل الذي يسير مسرعا، عندما أراد أن يتجاوز هذا الرجل الذي يسير ببطء، فجأة لم ينتبه الرجل الذي يقود ببطء وأسرع في قيادته وخرج عن المسرى الذي كان يقود به، واصطدم بذلك الرجل الذي كان يريد أن يتجاوزه. أدى هذا إلى مقتل زوجة الرجل الذي كان يسير ببطء واثنين من أولاده. وفي تلك البلاد يقيمون شرع الله تعالى في دفع الدية، والدية كما تعلمون للإنسان في القتل الخطأ 100 ناقة، يعني مبلغ خيالي، هو مبلغ ثروي كبير جدا. وهذا الذي كان يقود السيارة ويريد أن يتجاوز وجب عليه أن يدفع الدية لثلاثة أشخاص، مبلغ كبير جدا، ثروي بكل معنى كلمات الثروي. الإنصاف أن هذا الرجل الذي توفيت زوجته وتوفي اثنين من أولاده وقف أمام القاضي وقال: أنا المخطئ، أنا المخطئ، أنا الذي كنت أقود بطريقة خاطئة، أنا الذي تصرفت تصرف مخطئ، ولذلك أدى ذلك إلى مقتل زوجتي ومقتل أولادي. وهذا الرجل لا شيء عليه ولا إثم عليه ولا مال، ولا مال عليه. هذا الإنصاف، هذا الإنصاف أيها الإخوة الإكرام، لو كان كما قلنا في العلاقة بين الزوج وزوجه لكان البيت أسعد البيوت، لو كان بين الحاكم والمحكوم لكانت الأمة أسعد الأمم، لو كان بين التاجر والمشتري لكانت الأمة بخير معافية،
علاقات كثيرة جداً بين الجار وجاره، بين الأخ وأخيه، بين الأمم بعضها مع بعض، لو أنها بنيت على الإنصاف، أن تضع نفسك في المكان الذي فيه ذلك الخصم، أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب خصمك، أن ترى للخصم ما فيه من إيجابيات وما فيه من سلبيات، عندها ستتغير أمور كثيرة جداً مما نعيشه في مجتمعنا، وسنكون بعافية أكبر، وسنكون في حالة من الإيمان أكمل، وسنكون في قرب من الله سبحانه وتعالى أكثر. قلنا أكثر من مرة: ما أجمل أن نصلي، وما أجمل أن نصوم، ما أجمل أن نقوم بما أمر الله سبحانه وتعالى من تلك العبادات. ولكن يجب ألا ننسى أن من كمال إيماننا، وأن من تمام ما فرض علينا، أن نكون على تلك الدرجة العالية من حسن الخلق وكمال المنهج السوي في السلوك. من أجل ذلك قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه البخاري رضي الله تعالى عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، حاكم نفسك، حاسب نفسك، تكلم وأنت تخرج من هواك، تكلم وإياك أن تكون وأنت تتكلم وأنت تدافع عن نفسك وأنت تدافع عن حقك، إياك أن تكون أسيراً للهوى والباطل، متعدياً على الآخرين. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. اللهم كمل إيماننا، وحسن إسلامنا، وحسن أخلاقنا، وارفع درجتنا، واجعلنا يا رب ممن تحبهم ويحبونك، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأستغفره وأشكره، وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير نبي اجتباه، وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، أولاً أذكركم بصيام ست من شوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا باب الخير حين قال: من صام رمضان، وأتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر كله، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان بعشر أشهر، وست من شوال بشهرين، فيكون الإنسان قد صام سنة كاملة، فكأنه في كل سنة يصوم السنة كلها. هذا من فضل الله، فإن من فضل الله تعالى على هذه الأمة أنه ضاعف لها أجر أعمالها. لا تفرطوا بالخير، فإنها هدية من الله تعالى إليكم. الأمر الثاني: جمع التبرعات لصالح صندوق دعم المعاهد الشرعية، وهذه المعاهد تستصرخكم، تستغيثكم، تستنجد بما آتاكم الله تعالى من خير. هذه المعاهد صناديقها فارغة، وخاصة بعد أن أصيبت الأمة بما أصيبت من بلاء أعظم، من نزوح الناس، من حاجة الناس إلى الطعام، فأصبح أغلب تبرعات المتبرعين تذهب إلى تلك الحالات الطارئة من معونة الإخوة المهجرين. ولكن هذا الخير يجب أن لا نفرط به. هذه المعاهد حصون العقيدة، حصون الفكر الوسطي، حصون الأخلاق، حصون الأمة، فيجب أن نكون ممن يمد يد العون إليها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن ألهمهم الخير وتقبل منهم.
الأمر الأخير مجلسنا إن شاء الله بعد صلاة السنة، نذكر الله تعالى ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندعو الله في ساعة هي من ساعات الإجابة. وإني داع فأمنوا. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا واصطفانا واجعلنا من عباده المسلمين. يا ربنا لك الحمد، لك الحمد أن هديتنا للإيمان، لك الحمد يا رب أن جعلتنا أمة حبيبك سيدنا محمد، لك الحمد يا رب أن حببت إلينا طاعتك، لك الحمد أن سقتنا إلى بيت من بيوتك، أن جعلتنا يا رب في هذه الساعة من أهل رحمتك، من أهل عطائك، من أهل الفضل والمنة يا رب العالمين. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلاة دائمة كاملة تجعل بسببها لنا في قلوبنا نورا، وفي قبورنا وقبور آبائنا وأمهاتنا نورا وسرورا. اللهم صل على سيدنا محمد وفرج همنا، اللهم صل على سيدنا محمد ونفث كربنا، اللهم صل على سيدنا محمد وهيئ لنا في خاصة أنفسنا وفي أمر أمتنا فرجا قريبا عاجلا يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا، اللهم أنت ربنا، أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت ترزقنا وأنت تفرج عنا. نسألك يا رب سؤال المضطرين إليك، نسألك سؤال من لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. نشهد أنه لا إله إلا أنت وأن الأمر لك وحدك يا رب العالمين. يا رب نشهد أنه لا إله إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا بك، لك الأمر وحدك، أنت قيوم السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا الله يا الله يا الله. نستغيث بك يا رب، نسترحمك ونستهديك. اللهم فرج همنا ونفث كربنا واجعل عاقبة أمرنا خيرا. اللهم فرج همنا ونفث كربنا واجعل عاقبة أمرنا خيرا. اللهم فرج همنا ونفث كربنا واجعل عاقبة أمرنا خيرا. وصل على عبدك ونبيك سيدنا ونبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى